لدينا مستويات، مستوى أول ثاني وثالث. منهن من لم يعني ما تعرفش مسكينة حتى حرف، تقولي لها ما هذا الحرف، تقول لك أنا جيت نقرا، ومن بعد تشد السيالة وتبدا تكتب لها وتدير معها هذاك المجهود بحب. أم جات يعني وتحدت أمنيتها وجات تقرا، تقول أنا سأذهب لأتعلم حرفا، شغفي هو الذي دفعني إلى الالتحاق بأن أعلم أم، أخت، بنت. كل الأمهات يعني اللي ساكنة في العاصمة أو خارج الوطن أن تلتحق بنحو الأمية. أمهاتي أخواتي راكم في مسار رائع، أرواح تقراوا عندنا محو الأمية وتكونوا يعني كما يقولوا نساء واقفات ونساء عاملات ونساء كلهن شجاعة وكلهن يعني حبا للعلم.